كلوب بروج البلجيكي دينامو كييف الاوكراني الدور الاوروبي وشاهدنا كيفاش كانت المباراه يعني وين نقولوا باللي الشوط الاول وين كان انتهى 0-0 لكن بتضييع اهداف خاصه من جانب كلوب بروج وين نقولوا باللي باس الذي نبيل دراره توماس يعني وين كان عندهم وين امام حارس جورجيو بوشكان اللي انقذ المرمى تاعو يعني بثلاث اهداف كانت محققه في الشوط الاول يعني وين شاهدنا كيفاش كلوب بروج وين ضيع الفوز ضيع اهداف في الشوط الاول الشوط الاول اللي انتهى 0-0 الشوط الثاني دينامو كييف كلوب بروج يعني وين كانت المباراه صعبه يعني نقولوا باللي المدرب تاع كلوب بروج اللي دخل بخطه 4-4-2 دينامو كييف اللي دخل بخطه يعني كذلك وين دخل بخطه 4-3-3 يعني كانت نقولوا بلي كانت المباراه شنا كيفاش سيمون في الحراسه تاع كلوب بروج كلينتون شنا اوند ليون شنا برناردون فيدريكو ادوارد ايدير رود شنا توماس فان دين نبيل درارا باس يعني نقولوا باس دوست يعني في وين ضيع هدف نقولوا ضيع هدف خاصه في الدقيقه 43 لصالح الكلوب بروج يعني شاهدنا كيفاش بوشكان الحارس تاع دينامو كييف الاوكراني وين لعب دور كبير شنا تامسون توماس شنا إليان شنا كيفاش فيتلي شنا فيتلي كذلك سيران فيكتور جينسون ارتيم وين ضيع كذلك هدف في الدقيقة 35 وين ضيع هدف أمام الحارس سيمون الحارس كلوب بروج البلجيكي يعني وين نقولوا باللي شاهدنا كيفاش انتهى الشوط الأول 0-0 الشوط الثاني كذلك وين كيفاش انتهت الكلوب بروج المباراة يعني في الدور الأوروبا ليغ وين الدور 32 دينامو كييف الذي سجل فيتلي الذي سجل الهدف في الدقيقة 83 أمام كلوب بروج هذه هي المباراة الدور 32 كلوب بروج دينامو كييف هدف في فيتلي في الدقيقة 83 سعيد.